أنصف القضاء الفنان الكبير رشوان توفيق ضد ابنته بالقضية المعروفة إعلاميا بفيلا أكتوبر اليوم، إذ قضت محكمة استئناف عالي جنوب القاهرة اليوم الثلاثاء 24 يناير 2023 برفض استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 مليون جنيه لابنته الثانية هبة وحفيدته بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها. وتعالوا نشوف بقى إيه اللي حصل بالظبط. وكانت هبة رشوان كانت ظهرت مع عمرو أديب وكشفت إيه الحكاية بالظبط، إن هو عنده 4 شاليهات كان طبعا جايبهم من شعبه ده طوال السنين الطويلة اللي فاتت، وهو قال إن هو يوزع ال4 شاليهات دولت على عائلته، فإدى كل بنت من بنتيه اللي هما آية وهبة شاليه، وإدى ابنه الراحل توفيق شاليه، كده بقوا 3 شاليهات. الشاليه الرابع وزعوه بالتساوي بينهم هما الثلاثة، بين ال3 بنات اللي هما بنتيه آية وهبة وبنت ابنه الراحل. تقريبا حد قال له كده القسمة مش مظبوطة، لأن ابنك الراحل ده المفروض ليه للذكر مثل حظ الأنثيين، فيبقى أنت كده ما عدلتش. فراح هو تقريبا اقتنع بالأمر ده هوت، و خلى الشاليه الرابع باسم ابنه الراحل توفيق، طبعا بدون ما تعرف بنته آية، ده بموجب توكيل بنته آية كانت عاملاه ليه. وجه الفنان رشوان توفيق عتابا لحفيده ووالدته بعد قبوله مبادرة اليوم السابع للصلح بينهم قائلا: بالنسبة لمحمد وآية عندي عتاب بسيط، وبقول لهم ما شفتوش ان انا عملت حاجة كويسة طوال السنين ديت كلها. وتابع: الحاجة الهامة وسبب المشكلة دي ان انا عايز اكرم بنت ابني المرحوم توفيق، لان اكتشفت ان البنات خدوا اكتر من اخوهم، فانا وهبة بنتي ربنا يكرمها قالت اخويا ياخد ضعف البنات، واول واحدة مضت واتنازلت عن حاجة صغيرة، والقرآن قال ده إن الولد ضعف البنت. ولفت الفنان رشوان توفيق قائلا: كل بلاء نتيجته خير، وأنا على قيد الحياة بفضل الله وجدت حب الشعب المصري الطيب ليا. ومن ناحية أخرى فجر مجدي مهران اللي هو محامي رشوان توفيق مفاجأة، إذ صرح بأن المحامي محمد عصام الدين اللي هو محامي نجل آية رشوان قبل مبادرة الصلح، تمنى أن تقبل آية الأمر ذاته وتأتي لحضن والدها وتنتهي هذه الأزمة. وعن ماهية تلك القضايا أشار إلى أنها كلها تدور حول بطلان التوكيل الصادر من الابنة لأبيها رشوان توفيق، بالإضافة لبطلان التصرفات التي نفذها بموجب هذا التوكيل. وأردف: حين كان الفنان المصري يشتري أي عقارات أو ممتلكات كان بيسجلها باسم أولاده، وهم بيصدرون توكيلات لوالدهم كرسالة طمأنينة بأن هذه الممتلكات كانت ستظل ملكه، وبموجب هذه التوكيلات يستطيع أن يبيع لنفسه وللغير أيضا. وعن رد فعل رشوان توفيق لدى علميه بالقضية المقامة ضده، أكد المحامي أنه شعر بالحزن الشديد، مشيرا لأنه قال: من المستحيل أن تنتهي علاقتي بابنتي على هذا النحو. وتابع مهران: حزنه لم يكن بسبب الدعوى القضائية، ولكن كيف انقلبت المحبة لخصومة فجة بهذا الشكل. وفي تصريحات خاصة للوطن كشف محمد عصام اللي هو حفيد الفنان رشوان توفيق ابنته آية رشوان، كشف حقيقة الأمر والتي جاءت مغايرة تماما لما تم تداوله، حيث نفى أن يكون هو ووالدته قد رفع قضية حجر على الفنان الكبير رشوان توفيق، قائلا: إزاي جوز بنته حفيده هيرفع عليه قضية حجر؟ اللي يفهم في القانون لازم البنات مجتمعين كلهم هم اللي يرفعوا قضايا الحجر. وقال: مفيش أي كلام
بيتم ترديده ده صح، وجدي لم يصرح إطلاقا بأننا رفعنا عليه قضية حجر، وسنقاضي كل شخص شهر بنا وبوالدتي ووالدي، لأن هذا الكلام عار تماما من الصحة، وهذه المعلومات المغلوطة تسببت في أزمات لنا في الشارع. عن حقيقة الأمر أوضح حفيد الفنان رشوان توفيق أن والدته كانت عاملة لجده توكيل من فترة كبيرة، بنته وبتثق فيه ثقة كاملة وحاجة طبيعية. اتفاجأت من فترة إن جده بموجب التوكيل ده بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب، وبياخد منها حاجات بدون علمها وبدون ما يقول لها، وبيتصرف في الممتلكات ديت اللي هي بتاعتها. وأضاف الحفيد أن والدته طلبت من جده أن يذهب معها للشهر العقاري لإلغاء التوكيل لأنها لم تعد ترغب فيه، ولكنه رفض تماما. وكمل حفيد رشوان توفيق قال: والدتي ما كانتش عارفة تعمل إيه، واتكلمت معاه كتير ولكنه رفض، وجه قعد معانا ومشي وما كناش عارفين نعمل إيه. وأكد إنه اكتفى بإرسال إنذار قانوني لجده لكي يتم حل الأمر ويلغي التوكيل بحضوره، ولكنه لم يستجب أيضا للإنذار. وكمل برضو الحفيد إلى أنه لم يكن هناك حل نهائي لإلغاء التوكيل إلا عن طريق رفع قضية مدنية لا يوجد فيها أي أحكام تلحق الضرر بجده أو إلزامه بتعويض أو أي شيء من هذا القبيل. لم تجف دموع عليها بعد منذ رحيلها عن الحياة يوليو الماضي عقب قصة حب وزواج دامت لأكثر من 62 سنة، فبمجرد حديث الفنان رشوان توفيق عنها يجهش بالبكاء، يتذكرها دوما بكل الخير واصفا اياها بالطيبه والاصيله وعشره العمر والحياه خلال استضافته في ندوه بالوطن. النهارده فات 3 شهور بتمام الكمال على فراق. بهذه العبارات بدأ رشوان توفيق حديثه عن شريكه حياته والتي تعرف عليها خلال دراسته بكليه الحقوق، حيث اعجب باخلاقها وحسن طلتها اثناء زيارتها لجارته، مقررا الزواج منها رغم انها لم تتجاوز ساعتها 17 ربيعا. واعتراض بعض افراد العائله على ارتباطها بشاب لا يزال في مقتبل حياته، الا انه ما تزوج عام 1957. عاش معا رحله طويله من الكفاح منذ ان عاش سويا في منزل والدته، حتى تمكن بعد سنوات من شراء منزل خاص به في ظل ثقل الاعباء الماليه عليه، الا انها تحملته بها. ويقول: ساعات كنت ببص لها وهي نايمة وأقول الست دي فولاذ بجد. ويتابع رشوان توفيق عن زوجته الراحلة: بصلي الفجر وبص على صورتنا سوا وبزورها كل أسبوع، ورغم رحيلها إلا أنه لا يزال يسمع ندائها له من حين إلى آخر.